وللوقوف أكثر عند فعاليات منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين في دعم النازحين، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. دكتور ناصر، سلام الله عليكم. بداية، هلا حدثتنا عن حملتكم التي قمتم بها في مخيم الخازر، تفضل. حياكم الله سيدي الكريم. هذه الحملة تقع ضمن سلسلة الحمليات التي تستأنفها منظمة أم القرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين لتقديم سلسلة من الحملات الإغاثية ذات الجهد الإنساني الذي يخفف عن العائلات الكريمة النازحة في مجموع المخيمات النزوح التي تنتشر في معظم محافظات العراق مع اقتراب موسم الشتاء بما يحمله من برودة شديدة مع البرد الشديد القارس الذي تتعرض له هذه العائلات النازحة في الخيام البالية، المخيمات المرمية في مجموع محافظات العراق. قدرت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية وهيئة علماء المسلمين أن احتياج العائلات النازحة الكريمة في هذه المخيمات يحتاج إلى دعم مالي ودعم كذلك ما يقي العائلات الكريمة برودة الشتاء، ولذلك قدمنا 500 من حمالية على 500 عائلة كريمة نازحة في هذا المخيم مع كذلك 500 بطانية على عدد من المخيم ضمن حملاتها الأولى في هذا المخيم، وستعقبها مجموعة حملات أخرى في هذا المخيم. دكتور ناصر، يعني أنتم راقبتم وكنتم بين النازحين، ما هي المواد التي يفتقرون إليها ونحن يعني مقبلون على فصل شتاء بارد بالنسبة للنازحين في مخيم الخازر؟ جميع المخيمات في العراق والتي يعني لاحظناها وتواصلنا معها مع الساكنين مع العائلات النازحة من خلال تواصلنا مع جميع هذه العائلات، في كل موسم شتاء يعانون ظروفا استثنائية لا يتحملها بشر في هذه المناطق المرمية في أراضي مفتوحة مكشوفة مع خيمة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، ولذلك يعني هم حقيقة يعانون نقص في الوقود، يعني لا وجود لوقود يطبخون عليه ولا كذلك وقود التدفئة، وكذلك المنظمات الإنسانية وكذلك الجهات الحكومية المسؤولة المعنية بالاهتمام بشؤون النازحين لم تقدم لهم الملابس الشتائية التي تعينهم على اجتياز برودة الشتاء. يعني نحن عندما وصلنا مع حملتنا الإغاثية قالوا جئتم في الوقت المناسب، ولذلك يعني نحن وجدناهم يلبسون ملابس الشتاء لأنه مع يعني آخر موسم آخر لحظات موسم الصيف في العراق هم الآن مع يعني مع الليل مع لحظات الصباح الباكر يعانون من يعني من برودة الطقس المحيط بهم كونهم موزعين في مناطق مكشوفة في هذه المخيمات. طيب دكتور ناصر، الأمم المتحدة تحدثت عن عودة طوعية لبعض العائلات في بداية العام الحالي، لكنها ما لبثت أن تحدثت عن وجود هجرة عكسية للمخيمات. برأيكم وأنت قريب من النازحين، ما أسباب هذه الهجرة العكسية، عودتهم إلى المخيمات مرة أخرى بعد أن أخلوها؟ للأسف يعني الأمم المتحدة يعني قد تكون قد اعتمدت على تقارير وهمية، على تقارير خاضعة لها، ولذلك يعني هي يعني تكلمت حول قضية أن بعض العوائل قد عادت طوعيا من مخيماتها. هذه المخيمات تم إغلاقها بصورة قسرية وتم إعادة العائلات النازحة بصورة قسرية مع العلم أنه لم تهيئ لها الظروف المناسبة للعيش في مناطق السكن الأصلي. هذه المخيمات مثل مخيم حمام العليل، مخيمات الجدعة، ظهرت وبرزت للإعلام انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان، ولذلك عملوا على لملمة هذه القضية وإخفاءها عن الرأي العام. خدعت الأمم المتحدة بهذه التقارير، ثم بعدما ما لبثت أن أظهرت تقارير تكشف حقيقة الأمور الجارية في هذه المخيمات. هذه المخيمات حقيقة يعني تم إلغائها لأنه يعني برزت فيها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ثم بعد ذلك يعني عندما ذهبت هذه العائلات إلى أماكن السكن الأصلي
عادت مرة أخرى إلى المخيمات لأنها لم تتمكن من تلبية القوت اليومي لهم ولأطفالهم ولمرضاهم. اضطرت مرة ثانية للعودة إلى المخيمات لأنها تلبي ولو النذر اليسير إلى العائلة من قوت بسيط ومن دواء قليل ومن سكن يعني يتهيأ به ويلبى به بعض الظروف البسيطة للعيش الكريم. من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، شكرا جزيلا لكم.